الفوز بالبطولة 42، أنا عارف إنه إحساس اللعيبة بالبطولة بيبقى مختلف. بنتكلم على بطولة صعبة بكل المقاييس، على الرغم إنكم كفريق طبعا وكجهاز فني قدرتوا تحققوا كتير من الأرقام القياسية السيزون ده، وبعتقد سيزون مميز. فنتبارك لجمهورك الأول وجمهور النادي الأهلي ونخش بقى في التفاصيل. طبعا يعني جمهور النادي الأهلي ده أهم حاجة عندنا، إن إحنا يعني بنأدي وبنلعب وبنبقى متحمسين في المباراه عشان نفرح جمهور النادي الاهلي. فانا بحب ابارك لكم طبعا، وبارك يعني لكل زمايلي والجهاز الفني والجهاز الاداري والجهاز الطبي وكل الناس اللي ساهمت في البطوله دي، يعني بالدوري ال 42. يعني هي حاجه مش جديده على جمهور النادي الاهلي، بقت حاجه يعني متعودين عليها الحمد لله. بطوله الدوري يعني اخفقنا مره واحده من فتره، بس الحمد لله بعديها خدنا كل البطولات الدوري. يعني نتمنى ان شاء الله المزيد. يعني احنا عايزين بس الفتره الجايه نركز اكتر في بطوله افريقيا ان شاء الله، لان دي هتبقى عليها الكلام كله طبعا، والحافز كله للعيبه ان احنا نبقى مركزين في بطوله افريقيا ان شاء الله، لان الجمهور محتاجها واحنا محتاجينها. يعني انا بتهيألي انه يعني وانتم بتلعبوا بطوله الدوري حاطين دايما في قدام عينيكم وفي اعتباركم انه احنا بنجهز للمشوار الاصعب. خلي بالك يعني. صح يعني حضرتك يعني استاذ احمد بصراحه يعني حطيت نقطه مهمه، ان احنا اللعيبه مضغوطه، لان مش مضغوطه بحاجه سلبيه، لا مضغوطه ان هي مستنيه الماتش ده، ان هم كل واحد عايز يثبت نفسه وكل واحد بيفكر ان هو الدوري خلصان من يعني بقاله فتره، يعني مش خلصان طبعا يعني كان لسه في الملعب، بس انا بتكلم خلصان نسبيا بالنسبه للعيبه، ان اللعيبه كل واحد بيفكر في حاجات تانية، مش بيفكر في دوري اكتر ما بيفكر ان هو محتاج ان هو يفوق نفسه قبل الماتش، محتاج ان هو مستني ماتش الوداد. فدي حاجه انا شايفها ان هي تحسب للاعيبه النادي الاهلي ان هم مركزين لبعد كده. هي حاجه غلط ان لازم كل واحد ياخد ماتش بماتشه. ده ممكن يكون سبب ان احنا الاداء ممكن يبقى نازل شويه، لان احنا علينا ضغوطات ان احنا عايزين نفرح جمهور النادي ونفرح نفسينا، لان كل واحد زي ما قلت لحضرتك انا واخد بطولتين افريقيا، فانا محتاج اخد الثالثه يعني طبعا. مع النادي الاهلي هتفرق معايا في اسمي، هتفرق معايا مع النادي الاهلي طبعا. كل واحد ليه اهداف هو عايز يوصل لها، فهي دي النقطه اللي احنا كلنا مركزين عليها ان شاء الله الفتره الجايه. ايه اللي بيفرق بطوله الدوري السنه دي على البطولات اللي انت فزت بيها قبل كده؟ بطوله الدوري السنه دي يعني هي ممتعه في ان انت زي ما حضرتك قلت حققت ارقام ما حققتهاش. يعني انا كمدافع يعني بالنسبه لي ان انا ما دخلش فيا غير 5 تجوان على ما اعتقد او حاجه كده او 8 تجوان يعني. فانت بالنسبه لك يعني انت بتعمل مهمتك وخلاص يعني الحمد لله. والدوري خلصان يعني انت ماشي بانتظام بشكل كويس جدا، انت كفرقه انت حاسس نفسك انك حققت مجهود وحققت ذاتك، فانت محتاج بقى تكمل الارقام دي لما ماتشات الدوري تكمل ان شاء الله. فاحنا برضو هنركز في الماتشات الجايه بتاعت الدوري كان لسه الدوري ما خلص، لان انت برضو عايز تحقق ذاتك وتحقق ارقامك اللي انت مستنيها، لان النادي الاهلي طول عمره يعني خلصنا بطوله او حاجه، لا انت لسه بطوله الدوري شغاله نركز فيها، واللي عايز يفوق نفسه بيفوق نفسه في الماتشات اللي جايه، واللي عايز ناقصته حاجه مثلا في الماتشات يعني. انا عارف يا رامي انه طبعا جهاز فني بقياده فايلر بيتكلم وفي محاضرات وفي شغل كتير جدا، كابتن سيد عبد الحفيظ كمدير كوره اكيد بيتكلم معاكم كلاعيبه، لكن انتوا بينكم وبين بعض والسيزون ده يمكن كان صعب لاكتر من سبب، يعني في اوقات كتيره جدا كان في غيابات كتير.